وأنتقل وإياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى النائب الياس حنكش اللي صار معنا على الخط. صباح الخير سعادتك. صباح الخير لك وللمستمعين. يعني أولا ومن الطبيعي أنه أسألك، هل أصبحنا أمام فترة التعدي الواضح على الحريات الإعلامية في لبنان؟ بدءا مما حصل مع الإعلامية ديما صادق، مؤخرا لما حصل مع الأستاذ والكاتب والمحلل السياسي سيمو أبو فاضل. أبدا، لو كان في محاولات عدة لتقويض ولتدجين ولا خليني أقول حبس الحرية بلبنان، ولكن هذا البلد يعني قائم لهذا السبب، قائم يكون مساحة للحرية، قائم يكون في حرية الكلمة أقوى من كل شيء تاني، وبعتقد هذا اللي ميز لبنان عن كل محيطه على مر السنين. بالتالي شو ما كانت المحاولات هذا الشيء ما بيودي لنتيجة، لأنه كلمة الحق أقوى من كل المحاولات اللي عم نشوفهم. ولمرة يعني هيك نكون مطمئنين انه كان ديما صادق او سيمو ابو فاضل او قبله كثير ناس، ويمكن يجي بعدهم كثير ناس، يضل في محاولات لارساء يعني هيك دوله بوليسيه من ميل او كم افواه من ميل تاني. وهون في جمعيات بحب دائما اشير لها مثل جمعيه سمير قصير يلي دائما بتضوي على هالمواضيع الاساسيه ان كان بلبنان او بالمنطقه. هذا البلد أقيم على هيدي القيمة، وقيمة لبنان بحريته وبحرية رأيه وبالسقفه العالي، وبالتالي كل المحاولات ستبوء بالفشل، وما في ولا مرة ربح الظلم على الحرية. نعم سعادتك، انت صرحت بالأمس القريب أولى مقومات المواجهة مع الحزب هي وحدة المعارضة. أدي اليوم مهمة وحدة المعارضة والصفوف تكون هيك مرصوصة بشكل واضح؟ هي مواجهة سياسية اليوم على سيطرة فئة أو مكون سياسي بلبنان على كل اللبنانيين، وهذا الشيء منه مقبول. واللي تبرهن بآخر جلسة أنه في 77 نائب، يعني ما يقارب الثلثين خلينا نقول، رافضين خيار حزب الله أو فرض حزب الله مرشحون على بقية اللبنانيين. وبس لو المرشحون، مش عم نحكي عن المرشح، عم نحكي عن النهج اللي فرجوه بهالسنين اللي كانوا هن فيها الأقوى، ولكن مقابلة أو التوازن أو الكاونتر بالانس اللي بيصير هو هالوحدة المعارضة اللي جلت يمكن بالتلاقي على مرشح موحد مثل جهاد أزعور، وبالمواقف الثانية اللي مستمرة بالنقاش وبالتواصل مع كل القوى السياسية بالمعارضة اللي رافضين هيدا المسار الانحداري اللي عم بيروح في لبنان، واللي عمليا اليوم في حدا سيء، او خلينا نقول ما في حدا سيء، كلنا قاعدين بنفس البوسطة ونازلة بنازلة كتير قوية وما حدا عم بيفرمل. اللي تفرمل الوحيد هي هالوحدة، وهي لتوسيع رقعة التشاور والنقاش تنقدر نكون مجموعة حتى بعد اكبر على تلاقي مبادئ عامة وخطوط عريضة للخروج من هذا المشكل اللي وقع فيه البلد، يلي برأيي أنا ولا بلد تاريخيا اجته كل هالمشاكل بذات الوقت وضل واقف على إجري. هون بدي شير لهالقوى الحية اللي موجودة بلبنان يلي عم بتقاوم كل الظروف الصعبة، وبالأخص الشباب والصبايا اللي بعدهم بهذا البلد، يلي بعدهم مؤمنين انه لا من بعد الوقع في قومي انه نحن بنوقع 7 مرات بنرجع بنقوم 8 مرات، ولكن كمان ما بدنا نضلنا نوقع، لازم نتعلم من تاريخنا. وما في يعني التوجه واضح انه اليوم ما بيقدر مطلق مين كان يغير مسار طبيعي او مسار تاريخي، وهذا البلد رح يرجع يقوم على اجري. وما عم بحكي شعارات، عم بحكي لانه عنده مقومات كتير كبيره، واهمهم هالطاقات اللي عندنا اياهم اللي فينا نستغلهم ونستفيد منهم لاعاده للبنان دور أساسي بالمنطقة، ويكون رائد على مستويات عدة، لأن عندنا كل المكونات اللي بتعملوا بلد قوي وصلب رغم يمكن حجمه ورغم اقتصاده الصغير، ولكن إذا عرفنا سيرنا حالنا واستفدنا من اللحظات السياسية على صعيد دولي وعلى صعيد الإقليمي، يعني اليوم في فصل جديد بالمنطقة، إرساء الاستقرار بدءا من ترسيم الحدود قمة جامعة الدول العربية، ولا الأهم يلي هو الاتفاق السعودي الإيراني يلي اليوم
إلا ما نحن توصل ارتداداته على البلد ونحن نعرف نستغل ونستفيد من هاللحظات ونقدر نعرف حالنا شو بدنا وحاش فاتحين ومشرعين أبوابنا لكل التدخلات الخارجية، نعرف وين مصلحتنا بأي محل نقدر نستفيد من علاقاتنا الدبلوماسية والدولية لنفيد لبنان، وغير هيك نحن نكون عارفين حالنا شو بدنا والتوجه يكون واضح نحو التطور والحداثة ودولة القانون. ما بقى فينا نحن نكون رايحين على إلى مزيد من الحروب ومزيد من التشنج ومنصة صواريخ لا، البلد والعالم يعني وخصوص المنطقة رايحة صوب المزيد من الاستقرار، المزيد من الازدهار الاقتصادي، المزيد من الابتكارات والاختراعات لترجع تحط هذه المنطقة أو هذا البلد على الخارطة العالمية ونقدر نستفيد من كل شيء عنا إياه بهذا البلد. نعم، سعادتك على كل بين هلالين، حضرتك معروف بحرصك وإيمانك بالشباب اللبناني وبطموح الشباب اللبناني يلي حضرتك واحد منهم. بالحديث عن التدخلات الخارجية، اليوم مصادر دبلوماسية أكدت عودة لودريان التنين المقبل إلى بيروت، ماذا ستحمل ملفات أو جعبة لودريان من جديد على الملف الرئاسي في لبنان؟ رشح عن الاتفاق الخماسي بالدوحة، نعم. بعض هيك بعض الأجواء، ولكن يعني خلينا ما ننعي المبادرة أو كل حدا عم ببادر لمصلحة هذا البلد أو منلاقي فيها مصلحة للشعب اللبناني وللبلد بمعاونة هالدول المهتمة بلبنان. نحن نعرف وين مصلحتنا، أكيد مصلحتنا بداية المبادرة الفرنسية، مصلحتنا ما بتصب بأنه يفرضوا علينا مرشح مين ما كان يكون، ما عم نحكي بنرجع عن الشخص، ولكن مين ما كان يكون ما بيجي فرض على شعب لبناني عانى معاني انتفض وقت اللي كان فيه ينطفي، تحمل كل سوء الإدارة وسوء الحكم بلبنان، واليوم عم يدفع حق كتير غالي وحق الخيارات يلي أخذها كتير من اللبنانيين. اليوم عنا نحن برجع بقلك فرصة أنه نستفيد نحن من المعونة الدولية، بس بذات الوقت ما فينا نكون مشرعين بوابنا ليفرض علينا حلول. بقى لودريان اليوم بمجيته على لبنان أسبوع الجاي بيقدر يكون حامل شيء منطقي أو خرق للجمود اللي عم نعانيه، بس بذات الوقت منه منزل أي شيء يطرح بهذا الموضوع، بالعكس نحن عم نشوف وين مصلحتنا بهذا الموضوع ونقدر نستفيد من اللي بيفيدنا. أما اليوم هل هو جاي بباكج بموافقة الدول الخمسة اللي كانوا مجتمعين، الدول الأربعة غير فرنسا اللي كانوا مجتمعين، رح نشوفها هيدي الثلاثة على أساسها، يعني لأن كان في طرحت عناوين كبيرة منهم حوار منهم غير شيء، مش دايما هالمقاربة عم بتصيب. برجع بقول خصوصي بأول خطوة عملوها بهالباكج اللي عرضوه على اللبنانيين، أو مثلا وقت نحكى عن حوار وكانت الأرضية غير جاهزة لهذا الموضوع، بالتالي خلنا نشوف ما نستبق أي موضوع، خلنا نشوف شو في بجعبته وعلى أساسها يبنى عليها المواقف. اللجنة الخماسية سعادتك رح ترجع تلتقي الأسبوع المقبل، هل تنضم إيران برأيك إلى هذا الاجتماع؟ نحكى بهذا الموضوع طبعا، اليوم إيران عم تسعى ليكون عندها دور أكبر على صعيد المنطقة على الليلة كما نقول دولي، وبرجع بقول المصالحة اللي انعملت وعودة أو إعادة نظام بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية، هول فصلين واضحين توجهاته، وعلى هذا الأساس بعتقد صار يعني على أساس إرساء مزيد من الاستقرار عم بيتم إحاطة أو استيعاب خليني أقول هالمكونين بالمنطقة يلي كانوا يصدروا العدم الاستقرار ويعني وأنشطة عسكرية وإلى ما هنالك، بالتالي يمكن يكون المسعى في هذا التوجه ضيف مزيد من التوافق المناطقي أو الإقليمي بمواضيع عدة وبيناتهم موضوع لبنان. كمان بقول ما بدي استبق لأنه نحكى عن محاولة لاستيعابها، بس طبعا في تحفظات من أكثر من مكون بهالاتفاق الخماسي، ما بعرف شو موقف أمريكا بهذا الموضوع، ما بعرف شو موقف، يعني خلينا كمان بعتقد الأمور يمكن تكون عم تسرع أكثر من اللازم بعد ما نضجت مثل ما لازم،
ولكن هذا الشيء ممكن يأثر إيجابا على لبنان أو ممكن ما يأثر على لبنان، هذا منشوف بالأيام الجاية. بس الأهم أنه نحن نعرف شو اللي بينفعنا وشو اللي ما بينفعنا. كل هالتوافق فيكون لخير لبنان إذا نحن استفدنا منه، وحتى التشنج وقت اللي بيصير منكم ما نضلنا نحن صندوق بريد كل القوى المتصارعة يودوا رسائل لبعضهم من خلال لبنان، حين الوقت أنه نحن نحيي حالنا عن كل هالصراعات، نستفيد من علاقتنا ومن تموضعنا ومن جيوبوليتيك تبعنا، تنقدر نرجع نظهر من هالوقعه اللي وقع على البلد. نعم سعادة النائب ياس حنكش، السؤال الأخير لو سمحت، ماذا عن طاولة الحوار؟ هل أنتم مع الحوار وهل أنتم مستمرون بترشيح وتأييد جهاد أزعور إذا صار في جلسة مقبلة؟ ليك اليوم نحن إذا صار في جلسة بكرة نعم نروح نصوت لجهاد أزعور، ما صار في أي تغيير بهذا الموضوع. نحن وكل المكونات اللي تقاطعنا أو اللي توصلنا بهذا الموضوع، ممكن يكون في على صعيد فردي بعض التغيير، إن كان يغير رأيه من جهة أزعور لحدا تاني أو العكس، ممكن يكون من النواب اللي منهم منتميين لكتل كبيرة كمان يغيروا لأنه عطيوا فرصة لمرشح سليمان فرنجي اليوم بديجا. يعني ممكن يكون في تغيير طفيف بهذا الموضوع، ولكن بقول لك معظم الكتل اللي تلاقت على جهاد أزعور إذا بيصير بكرة بصير في جلسة إيه بيرجعوا بيكملوا بهذا الموضوع. أما بموضوع الحوار نحن ولا مرة رفضنا حوار بالمطلق، لأنه برأينا هذا هو البديل عن التشنج والمشاكل والحروب، لازم بالآخر يصير في تواصل وحوار. بس بذات الوقت ما بيقدر يكون الحوار للحوار لمضيعة مزيد من الوقت، ولا يكون انه والله عم يعملوا حوار تيقنعوك بخياراتهم او بمرشحهم او او بموقفهم. لا، الحوار هو الكل بده يكون واصل، يعني واصل متنازل عن اي شروط، ويكون في له شروط نجاح. اول شيء تكون محددة بالوقت، ما تكون مفتوحة، لانه هيدا البلد عم ينزف كل يوم. وسمعنا هلا اسئلتك للاستاذ ربيع حفر وجواباته على موضوع الحاكمية ونواب الحاكمية اللي موضوع كثير معقد. نحن دائما مثل العادة منحط حالنا كبلد وكمسؤولين بمواقف سيئة، يعني بخيارات يا أما السيئة يا أما الأسوأ، وهذا هو اللي وصل البلد لهم. بقى الحوار هو يمكن إحدى الحلول اللي مع إذا كانت في إلى شروط نجاح بيناتهم، مثل ما قلنا تحديد الأجندة أو جدول الأعمال ما يكون مفتوح، ما يكون في نقاشات برة الموضوع. اليوم في عنا طارق واحد هو انتخاب رئيس جمهورية، يكون هذا هو الأساس. والموضوع الأهم أنه نحن عنا خيارين، يا أما نروح على حوار لإنتاج، والحوار ما بيتم بطولة حوار بس، نحن في عنا مؤسسات ديمقراطية مفروض نحتكم لها ونلتزم فيها اللي هي مجلس النواب، على رئيس مجلس النواب أنه يعني يعمل جلسات، يدعي لجلسات انتخاب رئيس وظل مفتوح على حين انتخاب رئيس. يعني ما الحوار ما بيغنينا عن المؤسسة الديمقراطية، ولكن التواصل ما بيضر بهذا الكونتكست. بس ما يكون مثل ما قلنا انه حوار للحوار وتضيع وقت، يكون محدود بالأجندة وبالوقت. اما الاوبسيون الثاني او الخيار الثاني اللي عندها اياها هالقوى السياسية هي المواجهة الشاملة. ما بنقدر نرفض الحوار وما نروح على مواجهة، بدنا نختار شيء، لانه اذا ما اخترنا شيء رح نضلنا مستمرين بهالفراغ القاتل للبلد ولمستقبله. بالتالي نحن أمام خيارين، يا أما نروح على حوار محدد ومعروف، وما عم بقول عن الحوار اللي كانوا عم يدعوا له هيك على السريع بين لودريان والرئيس بري بده يترأس أو ما بقى، يعني هيك يلا تعالوا نعمل حوار تنشوف شو بدنا نعمل، وبالعكس يعني بده يكون معروف شو رايحين نعمل ومعروف شو رايحين نحكي. أو تكون الموضوع أكبر من هيك، يعني مش هيك عم بقول لك فيه يكون محدد بموضوع رئاسة الجمهورية فقط، أو نجي نقول يا جماعة واللي هي وجه من وجوه المواجهة، مش تقول يا مش ماشي الحال، نحن ما بقى فينا نكمل هيك، هيدي العيشة، نحن مصير شعب كامل ومخطوف بخيارات ما رافضينه معظم الشعب اللبناني، بس لأنه في منطق القوة نحن مستمرين واخديننا على المحور ومستمرين فيه ونحن راضين. لا، الشعب اللبناني قال إنه هو منه راضي، وممثلينه قالوا إنه هن منه راضيين بآخر جلسة، وفي عدة وجوه لرفض هذا المسار القاتل. وبالتالي هول هن الخيارات اللي عنده اياهم اللبنانيين، ولكن يجب علينا حسم في هذه المرحلة
للخروج من الوقعة اللي وقع على بلد. نعم، أنا بدي أشكرك سعادة النائب الياس حنكش على هذا المداخلة.